فأنا كحاج وأيضا كغير حاج أشاهد 3 مليون يجتمعون في مكان واحد، يتنقلون بوقت واحد، ويأكلون ويشربون، ما أحد منهم قال والله أنا متجوع، بالعكس اللي يأتي ولا عنده طعام يأكل يمكن أكثر من اللي عنده طعام. صح. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام. هذا نعم، فهذه تعطينا قضية التفكر في الأكل الشرب، اللباس اللي كان محرم حلالا عليك أصبح محرما عليك، المباحات اللي كانت أبيحة لك أصبحت محرمة عليك وتصبح. جميل شيخ فهد. سمع. ولعل السر العجيب أنه كل هذولا ما جو إجبارا. إجبارا، وتجدهم يتقاتلون بل يدفعون أموالهم. يدفعون أحيانا تكفوه وبيحاول يدخل بطريقة غير نظامية، يعني لابد أن أحج لكن ما كتب لك. شيخ فهد في جنوب شرق آسيا 30 سنة حتى يأتيهم الدور. 30 سنة حتى يأتي الدور ليظفر بها بأن يكون ضمن الحجاج. وهذه ترى من نعم. فنقول نحن الدرس الأول والتالي هي قضية أننا نتفكر أننا في نعمة. التفكر. تفكر. تتفكر حتى في خلق الله عز وجل، في أكلك، في شربك، في لباسك، في الحدود، حتى في الأشياء البسيطة. الحجر هذا، الحجر الذي ترمي به، حجر ترميه، وحجر تقبله، وحجر تمسح عليه. الحجر هذا ممكن أنا وأنتم إذا كنا في مكان آخر، في مكان آخر ممكن نرميه، ولا يعني ما نهتم فيه. لكن هذه الحجر لو تركتها ممكن يلزمك دم لأنك تركت رمي الجمرات. الشجر كذلك يعني له حرمته، الطير له حرمته، اي يعني كل شيء له حرمة هنا. فأنت عبد لله. أحسنت. فعبادة التفكر تكمن في الحج، وهي مدرسة في التفكر. نعم. في كل شيء ما تسير تذهب وتأتي، ما تسير حتى في لوحات الشهادية، بداية عرفة، بداية منى، تجلس أن الحاج ينظر إلى نهاية عرفة يقول لو تقدمت خطوة وجب علي دم، ورجعت خطوة ما وجب على شيء، ويستفتي بعدين وكذا وسقط مني ورحت وجيت وكذا، تجد أنه حريص. وهذه من التفكر. التاء الثانية. هذه التاء الأولى. التاء الثانية التصبر وليس الصبر. اللسان، والمعلوم أنه أنواع الصبر 3: الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. أظن والله أعلم كرأي شخصي أنها تكمن كلها في الحج، أن تصبر على طاعة الله، على الحر، على الزحام، على أشياء كثيرة جدا تصبر عليها. عن معصية الله أنت عندك، قد تكون عندك المعاصي متاحة، محظورات، محظورات مثل التعطر، مثل أحسنت. الأخذ من الشعر، غيره. من الأظافر. لكن لو قلنا بأكبر من هذا، قلنا أنه كمعصية، يعني تخيل مع هاتف هالجوال يستطيع أنه يعصي الله عز وجل في هالجوال، لكن يقول لا والله أنا في مكة وفي تعظيم المكان والزمان، تركوا التدخين في هذه الصعودات. أحسنت. فنحتاج نحن إلى ليس صبرا وإنما هو صبر وتصبر. ثم مصابرة ثم تصبر. إيش المقصود بالتصبر؟ التصبر لك أنت عند الإنسان طاقات خلقها الله عز وجل، يعني هي موجودة في جسمه. تخيل معي لو أنا جالس في مكان وسقط علي شيء، أنا سأضطر أني أحمي نفسي. طيب هذا الشيء سينزل علي سيقتلني، لا سأضطر أني أدافع أكثر وأكثر. فهنا ارتفع من صبر ثم مصابرة ثم تصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالتصبر يكمن في الحج، يصبر على الضيق، على الزحام كما قلنا وغيره. فهذه التاء الثانية. التاء الثالثة وهي التوكل على الله عز وجل، وبالمناسبة هي مرتبة، يعني أنت تحقق عبادة التفكر، أنت فتتصبر. نعم، في خلق الله وكذا يأتيك وازع عبادة التصبر تزيد عندك. تصبرت وعرفت أن الرازق هو الله، أن المحيي هو الله، أن الموفق هو الله، أن الهادي هو الله. هنا يأتينا عبادة عظيمة وهي التوكل، كما جاء في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. طيب كيف يكمن التوكل في الحج وفي غير الحج؟ تفضل. يعني مثلا أحدهم يأتيه الشيطان يقول له يا أخي أنت كنت هناك تعصي الله عز وجل 40-50 سنة 10 سنوات أنت عاصي لا تصلي وعندك حقوق وعندك مشاكل كثيرة، جاي الآن في 5 أيام تبغى ذنوبك كلها تغفر، ويدخل له الشيطان هذا المدخل. يأتي هذا المسكين يقول والله يا أخي أنا خلني أتوكل على الله عز وجل، فيبدأ وازع التوكل يزيد. وهذا من التربية، يزيد يرتفع، عرف أن الله عز وجل هو الذي يتوب عليه، وهو الذي وفقه أن يأتي للحج، وهو الذي رزقه المال حتى يأتي به إلى الحج، فيرتفع عنده مستوى التوكل، يتوكل على الله عز وجل هو الذي يغفر ذنبه، أنه هو الذي سيهديه، وأنه أيضا كذلك هو الذي يوفقه لأشياء كثيرة جدا. التاء الرابعة هي يعني تاء التفاؤل. تفكر ثم تصبر ثم التوكل، أولى التفكر ثم تصبر، التصبر ثم التوكل عز وجل، ثم التاء الرابعة هي التفاؤل. التفاؤل. ولعل يعني يكون هذا نقاشا بيني وبينكم في مسألة التفاؤل، يعني الحجاج
لما تنظر لحاجه في زحمة وحار ومضيع الحافلة ولا مضيع المخيم تشوفه متضايق. هنا ترى هذا مدخل من مداخل زرع تفاؤل. ترى أنت ما راح تموت ولا قد سمعنا واحد ضاع من الحملة ومات. ستفرج. نعم ستفرج لك، لكن أنت الله عز وجل ابتلاك بهالموقف، ضيعت الحافلة ولا الحملة ولا ما شربت ماء بارد ولا ما نمت في مكيف، هو يعني ابتلاء لك معي، لكن ضع لك بوابة هكذا للتفاؤل. تفاؤلوا بالخير تجدون. الله. أنا زرت إحدى الحملات فأول ما دخلت قالوا يا شيخ عندنا ترى الكهرب طافي من الظهر ومحاضرتي بعد المغرب، والحجاج ترى نفسياتهم مرة، فنبغاها شيخ خمس دقائق تخلص تلطيف الجو. إيه قلت ما في مشكلة عشان جايهم من هذا، وقلت ما في مشكلة عطيتهم تعالى. جلسنا قلت يا جماعة الخير عطيتهم درس في التفاؤل، قلت الآن أنا طلب مني جاكم زيارة رسمية وبلق أعطيكم محاضرة، لكن شفتكم محترين عندي لكم رأي، دعونا نتفاءل. قالوا كيف نتفاءل يا شيخ ما في 1% تفاءل، لا تكييف ولا ماء ومحترين من الظهر. قلت طيب الآن في ديانات برا يبيعون موية وأسكريمات وعصيرات، كل واحد منكم عنده 10 ريالات في جيبه صح ولا لا؟ تعطيني إياها، اطلع برا اشتري لك كرتون ماء بارد وزعها الحجاج، وأنت وزع ابتسم وأبغى 10 بس. هذا درس تطبيقي الآن يعني صار 100. اي فخرجوا شروا كراتين موية وأسكريمات وزعوها، فتقريبا الحملة فيها 500 حاج، يمكن 200-300 بدأوا يبتسمون. قلت هذا هو التفاؤل، يعني أنت لا تظنك ستغلق عليك كلها كاملة، لا فيه باب وابحث عن متفاؤل. هذا صناعة التفاؤل الآن، صناعة التفاؤل. مرة كان في التفاؤل مهندس صوت المهندس غريب حبيبنا الله يذكره بالخير ضاع في حملة من كنا في مع سماحة المفتي في عرفات، هو ما أدري كيف كذا طلع وضاعت عليه المكان وما عرفه. المهم يسأل يمين يسار، قلت له حاج غريب أنت بعد ما ضعت بعد ما جاء ولحق إيش سويت؟ قال اليوم عرفت أنه المكان بعيد اشتريت لي كيلو موز وآكل. قلت لين يفرج رب العالمين، وفعلا جاي يضحك على عادة إخواننا المصريين في جمالهم. هذا موز الفرج يا ناصر. لا يقول خلاص يوم عرفت، قلت ما فيها شيء، ترى الإنسان يأكل يصبر نفسه وتصبر وجاء مبتسما. سبحان الله سبحان الله. إن أذنتم ندخل في التاء الخامس، إحنا قلتوا 4 لكن تستاهل شيء. التاء حقي وين هي؟ هذه تبع ناصر الخامس. لا حقة ناصر هذه بخليها بعد البث لأنها فيها. لا لا. في إذا ما تقول هالحين أنا نتكلم عن التجمل، إحنا ما إحنا عندنا درس تطبيقي الآن ما يحتاج. الظاهر إنه بيتكلم عن التحمل الشيخ بس. التجمل ولا التحمل؟ لا لا هي مو يعني تقريبا مثل ما ذكر. التفاؤل. خلنا في التفاؤل. متفائل في النقطة. التاء الخامسة هي التبسم. وصدقوني عبادة التبسم أو الابتسامة سامحني خلي المشاهد يكتب معنا. أول تاء التفكر والتصبر والتصبر والتوكل التوكل والتفاؤل التبسم التبسم هذه 5 والتجمل والتحمل. واللي بيذكرها جميعا في الهاشتاج أنا عندي تفاؤل أن أبو حسان بيعطيه بيرسل له جائزة وبنعلن عنها بعدين إن شاء الله. والله يستهلون. يذكر تاءات إيش هذه؟ التاءات الأربع. اللي ماذا؟ للسعادة. في الحج. الخمس. في الحج. هي 5. الخمس في الحج. لكن خلها 5 دائما نتكلم عن الخمسة. خلها 5. كان أبو حسان شاعر. فهي تاء التفكر والتصبر والتوكل والتفاؤل والتبسم والتحمل والتجمل. سيكتب فيها قصيدة. تم. جميل. تم. سلمك ربي. تم. أسلم شيخنا. التبسم أنا سأعطي إشارات سريعة في جانب التبسم في الحج. يعني كثير من الناس الابتسامة ما تخرج إلا في أوقات معينة، ممكن بعض الناس ما حتى في غير الحج ما يبتسم. طيب كيف أنا ممكن أبتسم؟ نقول كل ما دلهمت عليك الأمور وغلب على أمريك ابتسم. والجميل في لغة الأرقام ويعني وهذه محاضرة لقيتها كيف تكون شخصا مبتسما، الابتسامة لها أسرار جميلة جدا في الحج وفي غيره. مطالب من الإنسان أن يبتسم يوميا 800 ابتسام. أوف 800 ابتسامة حتى يصل لدرجة التفاؤل وتحس أن الرجل هذا إيجابي نفسية. نعم يرتاح طبعا، أنتم لا تتوقعونها كثيرة. يعني هي الآن مثلا لو قلت أنا أنك دخلت إلى مخيم في 100 حاج ابتسمت في وجوهها ولا راح الآن 100 من 800 ابتسامة، فتجفي نفسك أنه ممكن خلال 5 ساعات انتهيت من 800 ابتسامة. فتحتاج أنك في كل فترة أنت تبتسم. أنا ممكن أقدم لشخص ماء من الحجاج أعطيه ماء أقول له تفضل، لكن ممكن أفتح العلبة وأعطيه ابتسامة وأقول له سم تفضل جعله بالعافية. الله هي نفسه العلبة سم
انا افتح حالك. يا سلام يا هو سلام. يبغى يخلص عدد الابتسامات ما ابتسم الا خمسه لازم انت اللي تقدم الخدمه. ما شاء الله تفضل. سلمت يداك الله. وحتى اللي ياخذ يبتسم شيء. نعم نعم إيه. انا ابتسمت وضحكت الان لان الفتحه هذه اعطتك زياده حرق خامسه لاجل تحرك كثير من الاعصاب. الضحك عن سبع ابتسامات. فالمقصود بابتسامه كما قلت هي 800 ابتسامه يومي لابد ان يبتسم فيها الانسان. اذا زاد في الابتسامه في الحج سجد في نفسي انه متفائل. والغريب بدراسه متواضع لي انا شخصيا في الخمس التاءات طبعا هي اكثر لكن احنا لاجل الوقت اعطيناكم الاربع هذه او الخمس انها متسلسله. هذه واحده والثانيه لن تستطيع تحقق الثانيه حتى تجتاز الاولى. انا قابلت عامل نظافه في الشاعر العام الماضي في الجمرات معه يقوم بنظافه وكذا ومبتسم يعني مبتسم. سألت قلت له كم راتبك؟ راتبه قرابة 500 ريال. قلت يا أخي هذا والله أعطانا درس. قد يكون أحد راتبه 10,000 وفي مكيف ولكنه عنده الابتسامة نحتاج نعطيه 10,000 عشان يبتسم وهذا متغرب عن أهله ويعمل عمل شاق وفي جمرات وفي زحام ومع ذلك زرع الابتسامة. لما سألته عن هذه الأربعة اللي قبل قلت له ما رأيك في الجبال ولا المشاعر اللي موجودة وكذا بدأ يعطيني محاضرات دروس. إيه لأنه فعرفت أنه حقق هذه الأمور. حتى ونحن نتكلم يقول سبحان الله كيف يأكلون هؤلاء الحجاج يعني قصده كيف المأكلات تدخل. فإذا هو انزرع في قلبه التفكر وهذه مشاهدة يعني مثل المحلات دائما القريبة بجوار الحرمين مكة والمدينة يعني المحل ممكن متر في متر تبارك الله تدخله الوفود الناس كلها تتقضى وتطلع والله تبارك الله ويأتي الرزق ويأتي الخير. هذا من العظمة عظمة ربنا عز وجل.